شنو اللي لعب دور في اختيارك كوزير؟ يعني وبنسبة كم؟ مش نسمي لك ثلاثة حاجات: الكفاءة، القرب من النهضة، والعلاقة مع الشيخ راشد الغنوشي، العلاقة الخاصة. قديش نسبة هذوما في تعيينك أو اقتراحك كوزير، لأنك ما تعينتش، ولكن اقتراحك كوزير ثقافة، قديش نسبة نتاع الكفاءة ونتاع القرب من النهضة يعني مستلطفوك، ونتاع العلاقة الخاصة بالشيخ راشد الغنوشي؟ أنا أعتز بعلاقتي بالشيخ، وأعتز ب أنا عندي صداقات في كل طيف سياسي تونسي. إنما وقت اللي يبدأوا الناس يقسموا يحبوا يحطوك في قالب، طيب مثلا يجيش البالهم اللي أنا أصدقائي من اليسار، عندي أصدقاء من اليسار، عندي أصدقائي حتى تجمعيين اللي حد الآن، عندي أصدقاء بورجيبيين يعادش بيه، يعادش يعني بيه، يعادش بيه، حتى النهضويين عندهم أصدقاء من اليسار. هذاك شنو اللي لازم يكون؟ ولكن هذا اللي يلصق فيك، اللي تطبع فيك، هو قربك من النهضة وعلاقتك بالشيخ راشد الغنوشي، وظهورك برشا معاه في عدة مناسبات مختلفة. عندنا ألبوم كامل على ظهورك مع الشيخ راشد الغنوشي في أماكن ومناسبات مختلفة، في داره، في دار في داره، لا في صورة في دار، هاي تصور هذه في عرس بنديرمان، هذه في عرس بنديرمان اللي بوه أيقونة من أيقونات اليسار التونسي، معليش يعني فما أما يظهر فما استلطاف بينك وبين الشيخ راشد الغنوشي. لهنا فين؟ أظن في سفارة الهند. أظن في سفارة الهند بالأحضان. علاش ليه؟ مالك فاش تحب؟ هذه تعمل تصور فيه. هذه فين؟ هاكا سي محمود بن عباس مستشار ملك بلجيكا في سفارة الهند. نفس سفارة الهند عندك تصاور في حفلات نهضوية في بيت أحد أصدقاء النهضة، أحد المقربين من النهضة. مشينا وقامت القيامة وشاشة النعامة، لأنه أنا النهضة طلبت من العديد من الفنانين، منهم الأستاذ مقداد كان معنا، الأستاذ مقداد السيلي اللي معك في البرنامج صديقي، وكان هنالك طيف من الفنانين في نطاق أنه يجتمع الفنانين مع بعض الناس من حركة النهضة للحديث على موضوع الثقافة والفن في أمسية قلبوا عليها الدنيا. أنا مشيت الأمسيات الكل، مشيت الأمسيات تاع وأحسن من عثمان شاهد على ذلك، مشيت الأمسيات تاع حزب العمال، مشيت أمسية زاد نفس الموضوع. لا ولكن علاقتك إذا هي أنا مانيش نتهم فيك، مانيش تهم أنك تكون عندك علاقة خاصة بالشيخ راشد الغنوش، ولكن هذا يشكك في استقلاليتك، أنك إنسان ماكش مستقل كما قدموك في الحكومة المقترحة والمرفوضة، أنه الناس قدموك على أساس أنك مستقل، ولكن مستقل اللي نعرفه أنك أنت عندك علاقة خاصة وقريبة من النهضة، والنهضة حطت الوزراء المقربين منها والأصدقاء واللي تستلطفهم واللي مهمش ما يعديوهاش واللي قالوا عليها كلام حلو، لأنه يعني عندك حوار شهير في جريدة الفجر اللي هي جريدة النهضة، قلت فيه فكر النهضة خلافا لما يقوله البعض يمكن أن يعطينا إضافات في الثقافة. ما هوش تصريح نتاع واحد معناه مستقل، هذا في جريدة الفجر، وهذا هو الارتيكل الموجود، هذه جريدة الفجر قديمة شوية. وقتاش عماش التاريخ؟ مش قولوا لي على التاريخ قديش. كما قلت الرئيس السابق الأستاذ موسى مرزوق، قلت عليه مناضل لا يشق ولا غبار، قبل من الرئاسة، قبل الانتخابات، قبل فكرة الرئاسة. فرد كونتكست قريب من النهضة وقتها هو. لا ما فماش نهضة وقتها، مازال ما بدأ حتى شيء في تونس، فما شيء مازال ما بدأ حتى شنو شيء. قلتها بعد قبل الثورة اللون دو مادو لا ريفوليسيون ستادير معناه في الظن بعد اي انا تو نحكي ما فماش فكرة نحكي لك على الشيخ الغنوش وش عملنا في هذه 2012 قلتها بالعيد بديت هذه 2012 ربما قلتها على بكري بديت على بكري. انا اتحاور مع شوف انا نتكلم مع بعض الناس من عديد من الاحزاب السياسيه، الموضوع اللي لمنا هو الموضوع الثقافي لا ولكن والفن الفن بس انا نحكي على العلاقه الخاصه شويه ما هي خاصه مع شكون نحكي مع سي محسن مرزوق ما هي علاقه خاصه صديقك الشيخ راشد الغنوشي يعتبر من اصدقائك هكا ولا هو استاذي وانا نتشرف به قريت عنده قريت عنده جيل كامل جيل كامل طبعا